السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وان شاء الله هاد الموجه ديال هاد الوباء تفوت ويرجع كل شيء لطبيعته، وان شاء الله ربي يرحمنا ويغفر لنا وينزل الدواء كما نزل الداء. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد المسمن، كنت فايت حطيته. المهم غادي نديروا الطبيعي العادي ونديروا معمر بالزبينه، وتقدروا تعمروا بالكفته باش ما بغيتوا. العجينه ديال المسمن راه كتكون ما فيهاش بزاف ديال المقومات، سهله جدا. عندي انا هنايا الطحين، هنايا كيسميوه فانسي فلاور، واحد الطحين صفر كيكون في ريستوران دي بوزوين، كنصايب ديال المسمن وخلطت معاه شويه ديال السميد. غادي ندير شويه ديال السكر، الملح حسب العجينه عندنا. غادي ندير نص خماره ديال الحلوه، وغادي ندير شويه ديال الزيت. انا خلطت هاد المكونات، دابا غادي ندير الماء. انا غادي نديرو يتعلق في الروبو، بغيت غير نخلطو بيدي. كاين بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش الروبو، خلطوه اولا. من بعد ما تخلطوه خليو شويه العجين رطبه جاريه شويه، وغطيوها وخليوها ترتاح باش هاديك السميد غادي يشرب الماء، عاد نرجعو باش نعلقو. هذه طريقه كتسهل علينا العجين باش كيجرطب وهشيش. غادي نخليوه يرطب بحال هكا، لان بغينا هذيك السميده تشرب الماء قبل ما نبداو نعلقو. مازال غادي نزيدو ليها الماء هكذا. خليتها كيف قلت 5 دقائق، دابا غادي نعلقها. اللي ما عندوش الروبو يعلقها ويبقى ما حد كيعلق، هو كيزيد في الماء ما يخليهاش تنشف لان فيها السميده. وغادي تشوفوا الفرق بان غادي يجي المسمن ديالها زوين بزاف، لان كل مره كنعلقو كنزيدو الماء، كنعلقو كنزيدو الماء. انا قسمتها على جوج باش نعلقها بالزربه، وغادي نزيد شويه الماء. غادي نزيد الطبق الاخر بعد ما تعلقات لي العجين مزيان. دابا غادي نحولها هنا فوق هاد الجليجه اللي غنخدم فوقها. كيف كتشوفوا العجين رطبه، درت شويه ديال الدقيق هنايا غير باش نديها ونجيبها. الا كتشوفوا العجين كتبان لكم معلوكه مزيان رطبه، ما جاريه ما قاصحه. غادي نديروا لها هكا شويه، نخليوها ترتاح قبل ما نشكلو العجين ديالنا. طلق خليته يرتاح واحد 5 دقائق. دابا غادي نشكلو مسمنات صغار كما متعودين. انا كنديرهم صغار بزاف على الحجم ديال المندانينا الصغيره، قد هكا قد هكا. غادي نستف حدايا هنايا، مازال صراحه كبار شويه هكا. العجين ديالنا طلق خليته يرتاح واحد 5 دقائق. دابا غادي نشكلو مسمنات صغار كما متعودين. انا كنديرهم صغار بزاف على الحجم ديال المندانينا الصغيره، قد هكا قد هكا. غادي نستف حدايا هنايا، مازال صراحه كبار شويه هكا. بعد ما كملت قطعت المسمن ديالي كامل. بالنسبه للطريقه ديال كيفاش كنطلق المسمن الزبده ديالي غادي نوريكم. عندي هنا الزبده كنزيد عليها شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، وكنزيد السميد وكنخدم هذاك الخليط مزيان حتى كيولي بيغي.
بيه باش كنورق المسمن ديالي. جربوا هاد الطريقه غادي تعجبكم. غادي نبداو بالمسمنه الاولى. اولا غادي نصايب المسمن العادي قبل ما ندوز لهذاك اللي غادي نعمرو لي زيبينار، باش متوسخش ليا هاد المكان اللي كنخدم فيه. نطلقو هاد المسمنه مزيان، الزبده ديالي بحال هكا، هذا غير المسمن العادي، غادي يعجبكم، غادي يجي مورق مزيان هكدا. ونحطوها على جهه، نجيبو الثانيه، غادي نوريكم كيفاش غادي نصايب مدور. كاين اللي كيعجبو مدور، كاين اللي كيعجبو كاغي. حلوها مزيان بلا ما تحاولوا باش ما تقطعش ليكم بحال هكا. غادي ندير الخليط، هذه غادي نلويها باش من بعد غادي نصايبهم ملاوي مدورين. نحطو على جهه. بالنسبه لهادو غادي نطلقهم واحد شويه بيدي هكا، وغادي نلويهم راهم فيهم الزبده فيهم كلشي، ما غاديش نزيد ليهم هكا، غادي نلويهم. خليهم يرتاحوا، نعاودو نصايبو الاخرى. راه المسمن كيبغي غير الخاطر، ان شاء الله غادي تجيكم نتيجه ناجحه الا تبعتوا الخطوات. بالنسبه ديال الحشوه انا غنوريكم الطريقه كيفاش كنصايبو، حتى هو غادي نطلقوه مزيان، نحاولوا باش ما يتقطعش لينا هكذا. غادي نديروا له حتى هو شويه ديال الزبده لانه هي اللي غادي تحلو باش يجي محلول ورطب هشيش. غادي نجيو هنايا وغادي نضربوه بالموس هكا وهكا هكا، فوالا. غادي ناخذ الحشوه نديروها هنايا، غادي نلويو هاد الجهه مع هاد الجهه وهكا، نسدو نجيبوها هنا نديرو هكا، نجيو هنا ونطويوها كامله. فوالا كتجي بحال هكا باش ما تخرجش لينا الحشوه، نخليهم كذلك يرتاحوا. نعاودو وحده اخرى. من بعد ما كملنا التوراق ديال المسمن كامل، طبعا ما غاديش نطيبو كامل لان كثير، غادي نخلي منه في الفريغو. انا كنغطيه بالبلاستيك هكا، كندخلو للفريغو حتى كيشد راسو كيجمد، عاود كنحيدو نديرو في لي ساشي. هذا اللي عمرته بسبانخ وهذا اللي عادي ما فيه والو. غادي نطيبو شويه من الحاجه باش نشوف نوريكم كيفاش المسمن ديالي في هذه ديال الضو، لان صراحه كتجي ناشفه ما كيجيش المسمن مزيت بحال المقله. كيف كتشوفوا معايا راه كيبقى يتنفخ كيتحل.
ملي كتشوفوا كيتنفخ بحال هكا يعني راه داخله فيه الزبده، ما غاديش يجي معجن وغادي يجي محلول. ما قربوا يوجدوا هادو، وهذا المسمن ديالنا من بعد ما وجد كيجي مكرمل ومحلول كيف قلت لكم، ما معجنش. تبعوا الطريقه غادي تجيكم نتيجه مضمونه. هذا اللي فيه السبانخ كذلك ما معجنش، كيجي زوين بزاف والوليدات كيبغيوه. نتمنى يعجبكم الفيديو وتجربوه، وشكرا على المشاهده.